لنحتفل بذكرى الاتحاد 49، حيث يجسد هذا الاتحاد كل القيم والمعاني السامية النبيلة التي نادى بها وعمل على ترسيخها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان النهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الاتحاد بدولة الإمارات وإخوانه حكام الإمارات. وهل هنالك أكبر من نعمة الأمن والأمان والعيش برخاء واستقرار؟ هذه من النعم الكثيرة التي أنعمها الله علينا نحن الذي نعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. يوما بعد يوم نشعر بقيمة ما صنعه لنا الوالد الباني الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه. صنع الاتحاد عام 1971، وما زلنا نحتفل بهذا الإنجاز العظيم في عام 2020، وقد مر عليه 49 عاما. مساكم عز وفخر، مساكم تعايش وسلام، مساكم لا للمستحيل، نعم من دار زايد، خليفه من بعده القائد، درعه اخوه محمد وشعبه للسماء رايد. لو استطعنا لسقنا الشعر من ورود الياسمين، ونثرناه وردا زهت انواره للحاضرين، البدر لاقى الشمس فيه فلاح وضاء الجبين، والبدر انتم كيف لا والبدر ليس له قرينا. في صدري نسيم الوادي وفي خافقي رفرف علمها بلادي، كالشمس بادي وكالبدر هو بادي، همه تزاغي للثرية همه، نحن سناد المجد عزوة زايد، نحن سناد المجد عزوة زايد، أرواحنا ترخص لأمر القايد، في السلم أندم نندى بعذوبة، وفي الحرب نروي العدا من دمه. يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأخواتي الطلبة السعوديين في جامعة العين الحبيبة أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لبلدنا الثاني الإمارات العربية المتحدة في يومها المجيد والسعيد، ولقيادته الرشيدة وشعبها الوفي في عيد اتحادها. الإمارات ذلك البلد الجميل الذي ألقى بظلاله وتسامحه وحبه للعالم. الإمارات ذلك البلد المعطاء الذي زرع بذرة الأمل في قلوب الشعوب القاسية منها والدانية.